بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يوجد جماعة تسمي نفسها جماعة الجرح والتعديل أو السلفيين، وشغلهم الشاغل البحث عن أغلاط المشائخ والدعاة، ثم يقومون بعد ذلك بتبديعهم والتحذير منهم والتحذير منهم. الجرح والتعديل عند المحدثين، وهو من علم الإسناد، من علم الأسانيد. أما الكلام في الناس هذا ليس جرحا وتعديلا، هذا غيبة ونميمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويتركوا هذا العمل، يزكوا أنفسهم أولا قبل أن يبحثوا عن عيوب الناس. نعم.